والموارد السلجه لاتي مشتاق للحضور معك. شكرا لكم. شكرا لكم. كذلك السيد لوكي الحكيم مره ثانيه مرحبا بكم. شكرا لكم. السيد مجدو بن علي في عدد ثاني من حصه البحر، اليوم اخترنا موضوع يتعلق بتسيير موانئ الصيد البحري. الكل يعلم بان ولايه عين تيمشنت بها ميناءي الصيد بنصاف وبوزجار، من اهم موانئ الصيد على مستوى ولايه عين تيمشنت والجزائر ككل. نظرة شاملة عن الميناءين فيما يتعلق بتسييرهما كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أجدد شكري لإذاعة موشن على هذا البرنامج الواعد وعلى مرافقتها يعني لأهم قطاعات اقتصادية ولا سيما قطاع الصيد البحري الذي تمتاز به هذه الولاية نظرا لخصوصيتها يعني الساحلية وطول الساحل الذي تمتاز به هذه الولاية. صحيح أن يعني من أهم عوامل ومن يعني اهم قلت الفضاءات اللي تعمل على تحسين الاداء ويعني تنميه القطاع هي الفضاءات المينائيه، اين تجري يعني معظم عمليات الصيد البحري سواء الموانئ او حتى يعني عمليه بيع المنتوج. هذه الفضاءات مهمه جدا بالنسبة لقطاع الصيد البحري وللمهنيين سواء بالنسبة للصيد البحري أو بالنسبة لنشاط تربية المائيات أو ورشات تصنيع وتصليح السفن أو النشاطات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة يعني بقطاع الصيد البحري. كما يعني كما ذكرت يعني مشكورا أن موانئ ولاية تيمشنت سواء من بوزجار أو من نصاف من أهم الموانئ الوطنية، وكنت أسلفت في الحصة السابقة أن ميناء بوزجار يحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الإنتاج وميناء بنصاف يحتل المرتبة الثانية يعني وطنيا، يعني أهم ميناءين من ناحية الإنتاج يعني موجودين يعني في ولاية عين تيمشنت. هذه الولاية التي تتدعم بميناء آخر اللي هو ملجأ للصيد البحري في منطقة مداغ الذي من شأنه أن يفتح يعني بعض الضغط على الميناءين السابقين سواء ميناء الخلاء ولا سيما يعني ميناء بوزجار سواء بالنسبه للصيد البحري او حتى بالنسبه لنشاط النزهه، او لان الموانئ بهم الكثير من موانئ النزهه، لكن يعني طاقه الاستيعاب وطاقه الميناءين يعني ما عادش تستوعب هذا الكم الهائل من اولا اللي هما للصيد البحري، ثم لا بأس أن يكون يعني أماكن لقوارب النزهة، لكن ما عادتش يعني تتحمل كل هذه الأعداد. لذلك يعني الميناء الثالث أو ملجأ الصيد البحري بمداغ يعني من شأنه أن يخفف الضغط على هذين الميناءين. قلت رغم يعني حجمهما الحجم الميناءين والنشاط اللي بهم يعني نسجل يعني بعض السلبيات يعني وبعض النقائص التي يعني نأمل في القريب العاجل إن شاء الله أن بالتعاون طبعا مع زملائنا على مستوى الزي جي بي بي يعني خاصة وحدة عين تيمشنت من أجل تدارك يعني بعض السلبيات وبعض النقائص. وأنظن ما كانش عندنا مدير وحدة، كنا يعني بوزجار تابع لوحدة وهران يعني بنصاف تابع لوحدة غزاوات أو وحدة تلمسان، لكن الحمد لله عندنا مديرية نحن هنا بتيمشنت وفي إطار يعني تنصيب يعني الإدارة والمديريات الجهوية نأمل